منتابع إذا فقراتنا لليوم، ومثل ما وعدتكم تانيا انضمت لنا، هي وضيفتها مع مؤسسة أبعاد، وأكيد رح نشوف شو رح نحكي اليوم بخلينا نحكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ صبحيه معك انا عبكير. اهلا وسهلا. من اول الاسبوع هيك حتى تسحب معنا حكي كل الاسبوع. واليوم رح نحكي عن موضوع مهم كثير. وضيفتي اللي برحب فيها رولا المصري، اهلا وسهلا فيكي عندنا اليوم بعالم الصباح من مؤسسه ابعاد طبعا، بس حضرتك مديره برنامج، اسمعوا منيح، المساواه الجندريه. المساواه الجندريه وعنوان المشروع اللي رح نحكي عنه اليوم، لنا حق. صح. بس قبل ما نحكي اكثر عن المشروع رح نحضر انيميشن صغيره بتوضح لنا الفكره كامله لنقدر نتحاور فيها اكثر. عظيم. شي مرة فكرنا لي ما فيها البنت تقرر تقص شعرها بلا ما ينقل لها حسن صبي؟ طيب وليش بيطلبوا من الخي انه يحمي اخته حتى لو كان كتير اصغر منها؟ شي مرة كمان فكرنا ليه لازم تسمع شو يا قشطة هي ماشي عالطريق؟ طيب وليش بينقال للبنات خلص بكفي قد ما تعلمتي؟ شي مرة فكرنا لي ما فيها الصبية تختار شريك أو شريكة حياتها؟ طيب وليش بتصير المرأة ملحق لزوجها وعائلته بس تتزوج؟ شي مرة فكرنا لي ما فيها تقرر المرأة عدد الولاد أو إمتى بدها تجيب ولاد أو حتى إذا بدها تجيب ولاد؟ شي مرة فكرنا لي ما فيها تقرر المرأة قديش بدها تصرف على حالها؟ بعد كل هول شي مرة فكرنا عن جد ليش المرأة ما فيها تصير فاعلة بمواقع صنع القرار؟ انتو بتعرفوا انه بسنة 2015 في عنا 4 نواب سيدات بمجلس النواب بس، وفي عنا وزيرة واحدة بس بمجلس الوزراء. وبتعرفوا كمان انه نسبة النساء بالمجالس البلدية هي 4.7%؟ وبتعرفوا انه بسنة 2015 عنا 4 موظفات فئة أولى بس بالسلك الدبلوماسي، وفي غياب شبه تام للنساء على المستوى الحزبي. وبتعرفوا انه لبنان احتل المركز 135 من اصل 142 دولة بمؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين بسنة 2015؟ طيب وهلا شي مرة فكرنا اذا بدنا نغير الوضع من وين بدنا نبلش؟ مشروع لنا حق بلش بالتغيير من حالنا. شوي شوي عم تكبر حلقة التغيير، لأنه التغيير على المستوى الفردي بيأثر على تغيير المجتمع. لنا حق مشروع لتغيير الوضع الراهن. الوضع ما بيتغير إلا إذا بلش كل واحد وكل وحدة فينا بالتغيير. بيواجعوا الارقام شوي، بيواجعوا كثير للصراحه. أيوة. مفروض يواجعوا. هو لازم نشوفهم لنوجع، انه نحن بكعب ليسته الستاتستيك على الدراسه العالميه للتفرقه الجندريه، ونحن كثير شايفين حالنا اجمالا، ما بنحب نكون بكعب الليسته، بننبسط بس تطلع منطقه من بلادنا رقم واحد بالسياحه. يمكن لازم نفكر شوي انه كيف نحسن موقعنا على هذه اللائحه ونبطل بالكعب، نجرب نقرب صوب طلوع. بس رولا مشروعكم يعني هدفيته كتير كبيرة يعني، وصعب طريقكم صعبة. خبرينا أكثر عن بلشتوا حضرتكم المشروع، أكيد لنذكر عم ينعمل بالتعاون مع أوكسفام. مزبوط. صحيح، والسفارة النرويجية. مزبوط. أوكي، بلشتوا بالسنة 2014 ونهار الجمعة رح تعملوا إعلان بهالسنة ومكملين أكيد. مزبوط. مكمل المشروع. مزبوط. رح تنتقلوا على المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كيف كانت خبرينا، وعوين فايتين من بعدها لنفوت بعدين تخبرينا إذا بين معكم إشياء. اوكي، سو المشروع مثل ما قلتي يعني هدفه، الغايه اللي بده يرمي لها كثير كبيره، يعني التغيير على المستوى التوجهات الفكريه والتوجهات المفاهيميه لدى الناس. صح. مش شيء سهل ابدا نغيره، بدها 5 و10 سنين وبدها سنوات يعني. صح. فبالتالي هذا المقاربه لصنع القرار ومواقع النساء بصنع القرار، وبالتالي نوصل للمشاركه السياسيه، عم نجرب نعملها بالقلب، عم نجرب نشتغل على المفاهيم. برأينا انه هذا الانيميشن اللي شفناه هلا شي مره فكرنا هو يعني بيسلسل كل المستويات يلي عم نجرب نشتغل عليها على مستوى التغيير. خلال السنه الاولى بالمشروع يلي مثل ما قلتي وبدي شير، بس هو كمان عم ينفذ بلبنان مع اللجنه الاهليه لمتابعه قضايا المراه مع مؤسسه ابعاد بالتساوي يعني بالشراكه.
فبالتالي نشغل على المستوى القاعدي، على مستوى المناطق، نشغل مع الناس بالمناطق الجغرافية المختلفة بلبنان لتشكيل مجموعات. هدفها الأساسي أنه من الفرد إلى المجموعة، أو كيف فينا ننقل حلقة التغيير من الخاص للعام. فهذه هي نظرية التغيير يلي المشروع بشكل أساسي قائم عليها، كيف من الخاص للعام فينا نوسع بكار التغيير لنوصل من التغيير الفردي للتغيير المجتمعي. صحيح. وهون خلال الجهود يلي عملها المشروع على سنة ونص هو كيف فينا اما كيف نشغل مع حوالي 500 او 600 شخص استقطابهم لا يكونوا عم نشتغل على المفاهيم يلي تطرق للمشروع بالانيميشن، تغيير النساء اما مواقع النساء وزياده مشاركتهم بصنع القرار على المستوى الفردي الاسري. صحيح. المجتمعي لنوصل على المستوى الوطني وحتى مصر. القرارات اللي متعلقه بالسلم والحرب بركي بالوطني يعني مستقبل. فكيف النساء فيها تكون عم تزيد المشاركه بهذا السياق؟ وكنت عم تقولي لي برات الهواء انه الحلو بهذه العمليه اذا بدك التدريب او المقاربه اللي صارت هي انه الاشخاص عندهم بعدين الحريه الكامله هن ياخذوا هالموضوع اللي اكتسبوه او هالافكار يلي حطوها رجعوا بجوجلوها وغربلوها فيها ويعملوا التغيير بالطريقه اللي بيلاقوها هن مناسبه، ان كان بجمعيات ان كان ببلديات ان كان ببيوت. يعني هن صناع كمان تغيير محل ما هن. يعني عم نحكي عن 500 فرد او 600 فرد بس هن بيطالوا الاف الاشخاص. مزبوط. باماكنهم وبمناطقهم. المرحله الثانيه اللي فايتين عليها. مزبوط. شو هي؟ مرحله هي كيف بدنا كل هالجهود يلي صارت على المستوى المحلي او على المستوى خلينا نقول الفردي، كيف بدنا ناخذها على مستوى مؤسس اكثر؟ يعني كيف بدنا نبلش نعمل شبكه او تحالف اوريدي بلشت بذوره يعني من خلال المجتمع المدني والاهلي والمجتمع بعد صناع القرار يعني على المستويات السياسيه والحزبيه، كيف فينا ناخذها على مستوى هذا التحالف او الشراكه بين المؤسسات يؤدي لضغط على مستوى صناع التغيير او صناع القرار بالاحرى. فكيف ممكن يعني هلا عم نشتغل من يعني اذا بدنا المقاربه من تحت لفوق يعني من الارض لنوصل لمحل على السياسات شو ممكن ناثر. المرحله اللي جايه عمليا هي عنا حمله اعلاميه واعلانيه رح تنطلق حوالي شهر ايلول، وهي اللي بدها تكون عم بتوصل رسائل اكثر بتستهدف اذا فينا نقول صناع التغيير، صناع القرار بدنا نقول صناع التغيير، صناع التغيير هن الناس كلنا صناع التغيير يعني تماما بس صناع القرار صناع القرار تماما على القضايا اللي ممكن تكون هل الشركاء يقرروا انه شو القضيه، لانه عم نحكي سله متكامله مثل ما قلت المساواه يعني موضوعنا صعب وعام، فشو ممكن من كل هالباكج اللي عم نشتغل عليه شو القضيه الاساسيه اللي ممكن نكون عم نشتغل عليها؟ قد تكون الكوتا النسائية، قد تكون يعني حسب شو القرار التحالف ممكن يطلع فيه. سؤال صغير لأنه يعني مرقنا بحملات توعية بتشبه أقوى أخاف إلى آخره بغير طرق، يعني شو اللي بده يخلي صناع القرار يسمعه لأنه يعني ما عم يسمعوا هيئته؟ مزبوط. سؤال يعني نحن وانت عم نفتش على على جواب لانه يعني عرفتي بده يكون في شيء هيك يخص مصلحه يعني عم نفتش على فكره كيف فينا نفرجي يعني هلا عم بالاطر الداخليه بنقول في شيء اسمه كيلر فاكت، يعني لما نفرجي بالارقام قد ايه بالمصاري العنف ضد النساء بياثر على الميزانيه الدوله يمكن بيصير بيسمعوا. مزبوط. يعني بدنا نفتش على هالارقام يعني بدنا نفتش كيف المصلحه هيدي المدرسة المين الأمريكية الأمريكان بس بدك تعملي تغيير بأمريكا دقي بالمصاري دقي بالاقتصاد قد ايه عم بيأثر العنف قد ايه عم بيأثر السجون في كلفة طبعا كلفة على المجتمع يعني على جماعة وكيف بيسمعوا منا ونحن وين كذا ما عم تمشي لا وغير هيك كثير لطيفين عم بنكون وبتعرفي كمان يعني في 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 مشكلة نفسية بتخلق حتى من اللي بيكون تحت ايد الجلاد اذا بدنا نسمي جلاد بيصير بحبه للجلاد وبيتعود على فكره الجلد فكمان المشكله مش بس عم نحكي انه يي هيك لنحكي مع رجال مش هيدا لا الهدف انه القناعه تكون راسخه عند الجنسين صح. عند الرجال وعند النساء صح. مش انه حدا لا بده ياخذ محل حدا لانه دائما في خوف في نقزه في انه ارحمونا بقى انه ماشي الحال ما حدا بده ياخذ محل حدا القوانين الدوليه لما حطت حقوق الانسان ما سمت حقوق المراه شيء حقوق الرجل شيء سمت حقوق الانسان لانه القيمه الانسانيه هي ذاتها لا تنتقص من جنس الى اخر يعني وهيدا يمكن الهدف من انه مشاركه لنا حق هي الهدف انه
إلي حق اخذ مثلا قرار اذا بدي اقص شعري، مش تقول لي انه اذا بقص شعرك بقتلك. إلي الحق انه شارك بالحياه السياسيه ويكون إلي محل بالحياه السياسيه. نعرف انه فكره الكوتا عليها كثير ايه ولا، وحتى مؤسسات وجمعيات تقول لك انه ما لازم تكون تقطع بكوتا، هي لازم يكون حق مكتسب، بس اذا بدنا اياها توصل الفكره يمكن لازم نقطع لمرحله معينه، في اطر تسريعيه يعني للكوتا لننطر ليصير. هلا ما في ولا قانون ولا مرسوم ولا اي شيء بيمنع مشاركه النساء بالحياة بس السياسية. بذات الوقت ما بس في آليات تسريعية لا. وإذا عم بيوصلوا خلينا نحدد، أنتم ما قلتوها بالبرومو بيوصلوا أو بالورثة أو بالزواج. فللأسف يعني بالثوب الأسود يعني بيكونوا بثياب الحداد بيقولوا صح، عم ياخذوا محل أزواجهم أو إلى ما هنالك، وهذا شيء بزعل. هذا السبب واحد من الأسباب اللي نحن بكعب الليستا يعني. بالبلديات دورهم لازم يكون موجود، البلدية آخرتها منطقتي أنا، في يكون إن كنت رجل أم امرأة بقدر أشتغل صح. وكلنا عم نتعلم وعم نعلم أولادنا وعم نروح على الجامعات بنقدر نعمل هيدا الشيء. صعوبات اللي واجهتوها بالمناطق، واجهتوا شيء صعوبات؟ هلا يعني هيك مثل افكار منمطه ثابته؟ حقيقه يعني من خلال العمل على المستوى المناطقي خصوصا مع النساء والرجال يعني بتبلش يعني عم بتدق بجمله موروثات مش سهل كثير عند الاشخاص انه يتخلوا عنا وهيك ببلاش كمان، ف يعني هون بتصير تمسك اكثر بجمله هيدي الموروثات انه لا اكيد هيدي بركه اجندات اجنبيه انتم عم بتجربوا تسقطوا علينا، ولا مين قال انه النساء لها حق على كل المستويات؟ المساواه بنفوت شوي باطار التفرقه انه القران ما بيقول المساواه والدين ما بيقول المساواه، يعني في بعض المناطق او في بعض التحديات على مستوى المناطق بنلاقي انه في تغيير بركه بريكوزيت بده يصير على مستويات تانية يعني، او في اطر تحضيريه لازم تتم قبل ما نتفق. شوفي قديش في طبقات بده ينشغل عليها يمكن. صح صح، وعلى اي مستويات كمان. بس بالمقابل مش كلها طبقات من الرجال، في طبقات لا 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 مش هيك عم نقول إيه انه ما حدا ياخذها انه في نساء وجه الرجال لا لا ابدا ابدا، الذهنيه الذكوريه مش بالضروره يكونوا رجال حاملين يعني. صح، هيدي ذهنيه ذكوريه عند الكل يعني. صحيح صحيح، يعني حتى الامراه بتربي ابنها، هي ختمية عم بيربي الرجل، عم تربي امراه فيها هي تربيه على هيدا الفكر يعني الشغل. لا عم نحكي على كل القيمه الانسانيه بالشخص تماما. بس بدي اشير كمان نحن يعني لانه بلشنا نواجه هيدي التحديات شفنا الفئه العمريه اللي عم نستهدفها، فكرنا انه بس رحنا على يعني باول هالسنه استقطبنا مجموعه من الشباب بطلاب الجامعات وبالنوادي الشبابيه وبالحزبيه حتى، لقينا انه التغيير بالانفتاح كثير فرق يعني عن يعني. فبالتالي انا بدي اقول انه مش عبثا بتوجهوا للشباب كقوه التغيير. صحيح، لانه حقيقه هن التغيير. الجمعه رح تعملوا رح تعلنوا نتائج؟ عملنا جمعه، عملتوه الجمعه. وهلا لامتين مكمل المشروع؟ المشروع رح يكفي لاخر السنه ديسمبر 2015. يعني الحمله الاعلانيه بتصدر بسبتمبر قبل ما يخلص المشروع. مزبوط. على امل انه يستمر هيدا العمل، لانه هيدا عمل نحن كلنا بحاجه له. شكرا لك. شكرا لكم. وشكرا لابعاد، وشكرا للهيئه الوطنيه لمتابعه قضايا المرأة الأهلية، ولا أكيد الراعيين يلي بيسمحوا للعمل مثل أوكسفام والسفارة النرويجية، على أمل أنه نوصل للحقوق الإنسان من خلال حق المرأة بالمشاركة بالحياة العامة. شكرا كثير تانية، أهلا وسهلا فيك. رح نتوقف للحظات قليلة، خليكم معنا.